السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نحط هوايت وازاي نحط الارضية. اجي هنا اقول له انا عايز اعمل هايت بالشكل دوت، وبعد كده ممكن اقول له انا عايز احط الارضية فلور واحدد بقى النقطة دي من هنا لهنا، وهو بيبدأ يكتب لي المساحة. زي ما انت شايف حاجة في 3D، اقدر اقول له بقى انا عايز احط مثلا زي بول لاين، لو انت عايز ترسم بول لاين لأي سبب من الأسباب، او مثلا من هنا لهنا. طبعا البول لاين ما بيبانش في 3D. طيب عايز احط مثلا دايمنشن، فبحدد اول نقطة اهوت وتاني نقطة اهيت، وتقدر تضيف تكست او تغير في التكست، تخليه اكبر، تخليه بولد، تخليه مايل، تعمل زوم على الشغل بتاعك. تقدر تعمل موف للحاجة تنقلها. طيب ممكن برضو تقول له انا عايز اخد صورة من شغل 3D، فيبدأ يقول لك خد الصورة. تقدر سايف الصورة ديت باين تبدأ انت عايزه. طبعا الويتس والهاي تقدر تختار، تمام. تقدر تقول له انا عايز على شكل سكوير بالشكل دوت. طيب ممكن تقول له انا عايز فيديو، فهو بيبدأ يحط لك اداة للفيديو، تقول له مثلا هبدأ اسجل، وممكن تبدأ بقى ايه تمشي بالشكل دوت. هو بقى بيسجل الحركة ديت، تقول له كرييت، يبدأ يعمل لك الفريمات بتاعت الشغل بتاعك. تقدر تحط الفيديو، تقدر تعمل له روتيت زي ما انت عايز بالشكل دوت اهو. او بيعمل لك بقى الفيديو ان انت تمشي من هنا لهنا لهنا وهكذا اهو.